السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا جوج أخبار مفرحة ورائعة. الأول متعلق بنصير مزراوي والثاني بأشرف حكيمي. ندخلوا نيشان في التفاصيل وبدون إطالة ونبدأ مع المتعلق نصير مزراوي. فحسب صحيفة تودوفيت شخص الإسبانية واللي كان العنوان ديال الخبر ديالهم، نصير مزراوي ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد، والتفاصيل كالآتي. بحيث قالوا في الأول أن مانشستر يونايتد يبحث عن لاعب جديد يمكنه منافسة أرون وان بيساكا الغير المقنع في أدائه. فمنذ وصوله من كريستال بالاس قبل موسمين لم يتمكن من إظهار المستوى الذي كان مفترضا أن يظهر به. وأيضا وفق المعلومات التي توصلت بها صحيفة تودوفيت شاخص، فإن أحد الأسماء الموجودة على الطاولة هو المغربي نصر المزراوي، حيث سينهي اللاعب عقده مع أياكس الصيف المقبل، وكل شيء يشير إلى أنه لن يمدد تعاقده مع أياكس أمستردام. وأيضا قالوا أن هناك أندية مثل برشلونة مهتمة بالفعل باللاعب مزراوي، والآن الشياطين الحمر اللي هما مانشستر يونايتد هم ايضا انضموا الى السباق للظفر به. وختموا المقال ديالهم او الخبر بان مانشستر يونايتد يريد انهاء التوقيع مع اللاعب هذا الشتاء، ويمكن ان يقدم عرضا كبيرا لاجباره على الخروج من الفريق. اذا كان هذا هو الخبر بالتفصيل. وكما عارفين حد الان جميع الفرق الكبرى اللي كاينه في اقوى دوريات اوروبا باغين الدولي المغربي نصر المزراوي، اللهم بارك وزيد في ذلك. وكنتمناو صادقين انه يختار الفريق المناسب. اما على المغربي الاخر اشرف حكيمي، فحسب موقع ESPN فأشرف حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم لسنة 2021، متفوقا على أرلوند لاعب ليفربول الإنجليزي، وأيضا كانسيلو ريس جيمس وغيرهم من اللاعبين. واللي كنتمناو أيضا من أشرف حكيمي هو يرجع المستوى ديالو اللي كان عليه في الإنتر، لأنه بكل صراحة في الآونة الأخيرة فقد الفعالية ديالو على المرمى، وهذا لعدة أسباب اللي منها وللأسف ما كيباصيوش معاه بتاتا، إضافة إلى سوء التوظيف ديالو داخل الملعب من طرف المدرب الأرجنتيني ماوريسو بوكيتينو. وكنتمناو أكيد يكون غير الخير في المستقبل. وختاما كيبقى رأي ديالكم كيف العادة، كان معكم إسلام، في أمان الله ومع السلامة.